السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اف جي بيشتكي لمبة التشيك الصفراء بتاعت المكنة منورة ولمبة التراكشن بتاعت الثبات عدم الثبات منورة برضو. تمام، مشكلته بعد الفحص الكمبيوتر بتقول انه في حساس الكمشفت في البانك تو في الليفت ما راكبة كويس زي ما شايفين. هذا ده حساس الكمشفت، دي فيشته ما راكبة تمام. الناس هيقول لك يا اخي علاقة التراكشن بالفيشة شنو؟ لما تمشي الكمبيوتر بتاع الاي بي اس بتاع التراكشن بيقول لك والله يا اخي ارجع للعطالة في المكنة. انا ما عندي مشكلة، بس العطالة في المكنة دي شيلها لي برا. شايفين عندي انجينيرنج كنترول سيستم. هنا فيش احد يقول لي الفكاش نو ممكن يكون اشتغل شغل بتاع ثلاجه وسيروليت ومانيفولد قبل كده، والفيشه ما كانت تثبت كويس بعد زمن كده اتفكت. انا هنا هركبها كويس. طيب طبعا عندها تيله مفترض تمسك زي ما شايفين عندي نزلت كويس. نحاول نطلعها تاني، رفضت تطلع كده معناها التيلة شنو تحت الفيشة مسكت. كده معناها الفيشة دي تاني ما حتطلع، معناها كان من الأول أصلا ما ركبت كويس. حتعمل كلير للعطال وكده العطال انتهت واتمسحت.